مرحب بيكم تاني مشاهدينا، وكل عام والمصر والأمة العربية والإسلامية بخير في ذكرى الاحتفال بمولد الرسول الأكرم أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وسلم. ومع الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لمولد الحبيب المصطفى، بتتوالى الطروحات وتأملات والنظرات الثقافية في الحدث الجليل والذكرى المباركة لمولد سيد الخلق وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. بينما تبقى الثقافة المحمدية زاد مصر المؤمنة، وهي ثقافة الوسطية الإسلامية، بقدر ما تشكل أترياق لعلل التطرف وشرور الإرهاب والعنف. طبعا هذه الرسالة الإسلامية السامية، يعني هي الرسالة الوسطية السامحة اللي من خلالها بنواجه التطرف والإرهاب، بنواجه كل مشاكل حياتنا. رسالة السماء التي أنزلها الحق في علاه على خاتم الأنبياء هي حاضرة في الحياة اليومية لملايين المصريين والمسلمين الذين يحبون نبيهم الصادق الأمين ويعتبرونه أسوتهم الحسنة، ويستدعون مواقفه وأحاديثه في كثير من مواقف حياتهم اليومية. الثقافة المحمدية طبعا مضادة للوهن أو التوهين، تشكل أيضا قوام للذات اللي بنستدعيها دوما في أوقات التحديات القاسية والأيام الصعبة والساعات العصيبة. مصر الحقيقة لن تترجل عن تعليم خاتم الأنبياء وحبيب خالق الأرض والسماء. هذا يوم نستعيد فيه سنة النور، ونتابع الخطى نحو نبع لا ينضب، نبع الثقافة المحمدية وفيض النور للرحمة المهداة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأزمنة تمر وتبقى الثقافة المحمدية هي دائما زاد المسلمين وقوام مصر المؤمنة الوسطية، ولا نملك إلا أن نقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أيها السيد الحبيب، قلوبنا تهوى إليك وأرواحنا تستأنس بالذكرى العطرة لمولدك الشريف، حبنا لك لا تتسع له الكلمات. معنا على الهاتف الدكتور عبد العزيز النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. دكتور عبد العزيز صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين، والأمة العربية والإسلامية كلها بخير. كل سنة وحضرتك بخير يا فندم. دكتور عبد العزيز، يعني في هذه الذكرى العطرة مولد الرسول الأكرم سيد الخلق أجمعين، كلمة تقولها في هذه الذكرى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالخير واليمن والبركات. هذا النبي الكريم صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم، يكفيه ويكفينا أن الله عز وجل شهد له: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يقل له ربه: وإنك لذو خلق عظيم. ولو قال له ذلك فذو صاحب الخلق قد يزول عنه الخلق، أما أنك على خلق فكأن النبي صلى الله عليه وسلم
هو الأخلاق، وهو جزء لا يتجزأ من الأخلاق. ويكفيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال في حقه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك يقول القائل: إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم، صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم، رحم العباد به عزيز قادر، فالشكر لله العلي المنعم. الله عز وجل أفرض علينا وأوجب علينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري، له كلام جميل في هذا المقام، فيقول ابن عطاء: من فاته كثرة الصيام والقيام فليشغل نفسه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لو فعلت في عمرك، أي إنسان لو فعل في عمره كله كل الطاعات ثم صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عمله الإنسان في عمره. وذلك لأن الطاعات وصلاة الإنسان هي على قدر وسعه، أما صلاة الله عز وجل على العبد على قدر ربوبيته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عليه عشرة. طيب دكتور عبد العزيز، إزاي ممكن نحن يعني نتوقف في هذه الذكرى عند خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من أخلاقه ومبادئه وتعاليمه يعني القدرة على مواجهة مشاكلنا في حياتنا، مشاكل أمتنا؟ عندنا تحديات كتير الحقيقة بتواجهنا، تحديات تطرف الإرهاب، مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية. إزاي ممكن نحن نقتبس من نور يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في مواجهة هذه المشاكل وهذه القوى الظلامية؟ تمام، بالتأكيد حضرتك لمست وطرا حساسا، وخاصة أننا رأينا في ذكرى ميلاده من قام بعمل عمليات إجرامية، وشفنا تفجير الهرم وكفر الشيخ أثناء الاحتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبداية أقول لمن فعل هذا العمل ووضع هذا المتفجر، أقول له: شلت يداك، لأنك لا تعلم مقام نبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإنك لا تعرف مقام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شريف: من أمن رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. أنا لا أعرف ولا أعلم يعني إنسانا كيف يحتفل ويحتفي بخير الناس أجمعين، الذي أخبر أن امرأة ستدخل النار في هرة لأنها حبستها، لم تطعمها ولم تسقيها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، وأن رجلا دخل الجنة لأنه سقى كلبا كان يلهس من العطش. إن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بهذين الخبرين فهو بريء من كل يد تمتد لكي ترهب، مجرد الإرهاب وليس القتل والتدمير، ترهب مسلما أو ترهب إنسانا. فهو القائل: المسلم من سلم الناس، بلفظ الناس في رواية، من سلم الناس من لسانه ويده، وكلمة الناس تشمل كل الناس. نعم، إذن علينا أن نقتبس ونتأمل في خلق وتعليم الرسول
الكريم صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في كل شيء كي نقتبس من خلقه وتعليمه طريق نسير عليه لمواصلة التحديات التي تواجه هذه الأمة الإسلامية. دكتور عبد العزيز النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمة. شكرا لحضرتك. شكرا. نستكمل معكم مشاهدينا أخبارنا وما زلنا نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. في هذا الإطار طلب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف طلب المسلمين بالوقوف طويلا عند ذكرى المولد النبوي لكي يتأملوا ويقتبسوا من خلقه وتعاليمه مشاعل على طريق النهوض والعزيمة ومواصلة الصبر على الأزمات ومواجهة الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية في معاركها ضد العجز والتخلف والتبعية والهوان. وأكد أيضا ثقته وأمله في هذه الأمة بأنها ستظل حاملة لشعلة الحق والخير. كلام شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب جاء خلال كلماته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف اللي حضره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وطالب فيه شيخ الأزهر بالاهتمام بالشباب لأنهم هم الأمل، والأمل معقود عليهم الخروج بهذه الأمة من حالة السكون والركود إلى التصميم على الانطلاق بها في سباق الحضارات والرقي والتقدم. الشباب ثروة مصر وكنزها الدفين وباعث نهضة هذا الوطن. شيخ الأزهر أيضا قال في كلمته أنه إذا كان المسلمون اليوم يخوضون معارك جديدة ومتنوعة من أجل التنمية والتقدم العلمي والتقني والحضري بعد أن سحب البساط من تحت أقدامهم لصالح حضارات أخرى وأصبح ميزان العلم والتقدم والقوة في أيدي غيرهم، فالجدير بهم أن يتوقفوا طويلا عند ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتأملوا في سيرته من أجل مواصلة التحدي والصبر على الأزمات. وأن ينفق مئات المؤرخين أعمارهم في تسليمه وقيادته عظيما، وهو أب وزوج وسيد ورجل، ثم هو عظيم بالغ العظمة في التاريخ وقليل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمثاله من عظماء الإنسانية أن تفرد المجلدات الطوال لتاريخهم وسيرهم، وأن ينفق مئات المؤرخين أعمارهم في تسجيل سيرهم. بعض المغرضين والمروجين للإشاعات الكاذبة التي تثير البلبلة قالوا أن شراء حلوى المولد يعني حرام شرعا، ولكن جاء حديث مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام وأكد أن شراء الحلوى والتهادي بها أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مباح شرعا ويدخل في باب الاستحباب من باب الساعة على الأهل والأسرة في هذا الحدث العظيم. طبعا كلام مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أكد من خلاله أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، ويعني يفضل إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور وبكل طاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويدخل في ذلك ما اعتاده الناس من شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف فرحا منهم بمولده صلى الله عليه وسلم ومحبة منهم لما كان يحبه. أكد أيضا فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن أمتنا الآن أحوج ما تكون للتمسك بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أصبح فيه المسلمون في موضع الاتهام بسبب تقصيرهم في التخلق بالأخلاق المحمدية السمحة وما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب بفكرها المنحرف من تشويه للقيم الإسلامية التي جعلت المسلمين قادة للأمم، ولكن عندما كانوا يتمسكون بهذه القيم. كل بيت في مصر وفي الأمة العربية والإسلامية بيحتفل اليوم، ويمكن بنحتفل بقالنا أكثر من يوم بذكرى مولد سيد الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا المحافظات في مصر بتحتفل. نروح معاكم لمحافظة أسوان اللي شاهد محافظها مجدي حجازي مساء أمس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في أرض المعارض المحلية والدولية بمنطقة المسلة بحضور السفير عبد العظيم
الشيخ عثمان القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق، وده كان في أسوان. محافظ أسوان أكد على أن الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو احتفال بالعظمة الإنسانية في أعلى مقاماتها وتجلياتها، ليعطي ذلك لنا الدرس والعظة في بلوغ رسالة الإصلاح والدعوة الإسلامية لأهدافها السامية ونحن نواجه التحديات والمشاكل والهموم اليومية. فهذه الرسالة السامية قامت على العلم والحوار العقلي والموضوعي والتقارب والتسامح والعفو، وليس التصادم والتناحر والعنف بين الأفكار والثقافات والحضارات البشرية. قال أيضا إننا نرى الفلاسفة والحكماء يتحدثون عن صفات الرسول الكريم ليؤكدوا على علمه وشجاعته وصدقه وفكره وسماحته، وأيضا في استراتيجيته لبناء الدولة الإسلامية، وهو الذي يدفعنا لضرورة الاقتداء بأخلاق نبينا الكريم في عالم يسيطر عليه الفكر المادي وروح الخلافات، ويدفعنا لأن نهتدي بهديه ونسير على نهجه النبوي الشريف في المعاملات قبل العبادات، مشيرا إلى أنه صلى الله عليه وسلم عظيما في مولده وعظيما في حياته وسياسته وإدارته وقيادته للأمة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وقبل ما نكمل معاكم أخبارنا زي ما احنا متعودين نتعرف على حالة الجو من الأستاذة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحليلات في هيئة الأرصاد. صباح الخير يا أستاذة أمال. اهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه ومصر والامه العربيه والاسلاميه كلها بخير يا رب. حضرتك قولي لنا بقى حاله الجو ايه كده، يعني الصبح كان برد قوي وامبارح بالليل برد قوي والظهر كان الجو حلو، يعني هنخش بقى الشتاء امتى؟ لسه على 23/12 ده كتير ان شاء الله. ان شاء الله بالفعل، بس هي دي مقدمه بقى للشتاء. ايوه هو بنقول ان من النهارده لغايه يوم الثلاثاء ان شاء الله كل درجات الحراره حوالين المعدل، يعني استقرار تام في الاحوال الجويه، لكن احنا متوقع باذن الله من يوم الاربعاء في حوالي انخفاض ما بين درجتين الى 3 درجات على كافه الانحاء. لكن بالنسبه لطقس اليوم بنقول ان هو طقس معتدل على شمال البلاد وبيصل حتى شمال الصعيد في الفيوم والمنيا وحتى اسيوط، وبيكون دافئ على جنوب البلاد وعلى جنوب سيناء نهارا، لكن طبعا بانخفاض درجات الحراره الصغرى اللي تتراوح ما بين 7 إلى 13 درجة، فبنشعر ببرودة الطقس أثناء الليل وبيكون شديد البرودة، لدرجة أنه بيصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وعندنا الظاهرة المؤثرة في هذه الوقت هو الرؤية الأفقية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية إلى القاهرة وعلى جميع الطرق القريبة من المسطحات المائية وعلى مدن القناة، وبتصل حتى شمال الصعيد في الفيوم والمنيا وحتى أسيوط. تمام. طيب دكتورة أمال، يعني ما يتعلق باحتمالات تساقط الأمطار الأسبوع ده، لأنه الحديث يعني كله عن إن في موجة برد قريبة وتحذيرات للناس من انخفاض درجات الحرارة، هل هيبقى موجة البرد دي هيصاحبها سقوط أمطار ولا هتبقى بس انخفاض في الحرارة؟ احنا بنتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية من أول السلوم وحتى رفح والعريش، لكن بتكون خفيفة على القاهرة، يعني لا تعوق الأنشطة اليومية للسادة المواطنين، لكن هي بالنسبة للسواحل الشمالية على ساحل البحر المتوسط بتكون الأمطار يعني مش هنقدر نقول إن هي غزيرة قوي، يعني هتكون معتدلة إن شاء الله. إن شاء الله. الأستاذة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليلات والتنبؤات بهيئة الأرصاد، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. تعالوا معنا نكمل أخبارنا. طبعا بالأمس كلنا تابعنا الحوار الشهري الأول للشباب اللي أقيم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. في هذا المؤتمر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قال إن مصر بتواجه مشكلة اقتصادية كبيرة، وأكد إنها مش المرة الأولى اللي بتواجه فيها مصر مشكلات من هذا النوع، لكنها قادرة على حلها. كمان رئيس الوزراء أكد على أن المواجهة هي الحل الأفضل، بدل من استخدام أسلوب تأجيل المشكلات أو المسكنات أو ترحيلها للأجيال القادمة، وده بيستلزم اتخاذ إجراءات مناسبة والعمل بشفافية وبشجاعة مع الأخذ في الاعتبار أن البلاد تمر بمرحلة صعبة. نشوف التقرير اللي جاي اللي فيه مقتطفات من كلام رئيس الوزراء ونظرة على الجلسة الحوارية الأولى لمؤتمر الشباب. الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب محور هام ناقشه المؤتمر الوطني للشباب ابدع انطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
جلسة جاءت لتوضيح الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. احنا يجب نبقى عارفين ان احنا عندنا مشكلة اقتصادية، ومشكلة اقتصادية كبيرة. دي مش أول مرة تمر مصر فيها بمشاكل من هذا النوع، ولكن احنا يجب نواجه، ويجب أن يكون في شفافية في التعامل مع الموقف. ممكن نمرر الوقت، ممكن نأجل القرار، ممكن ننتظر، ممكن نعمل قرارات مسكنة لفترة زمنية، وده حصل في فترات كتير، وممكن نواجه وناخد القرارات الصعبة مع الأخذ في الاعتبار ان احنا في مرحلة صعبة. مصر مش في مرحلة عادية، مصر في مرحلة صعبة، ولكن احنا اخترنا المواجهة والشفافية عشان نوصل لحل، لأن مصر تستحق مننا هذا. محافظ البنك المركزي طارق عامر أوضح أن الإصلاح يتطلب قرارات صعبة وتضحيات كبيرة من الشعب، وأن القيادة السياسية تعمل كل ما في وسعها لتحقيق الإصلاحات لزيادة حجم الاستثمارات. الإصلاح عايز قرارات صعبة، وعايز اقتناع بالمصلحة العامة، وعايز القدرة على تحمل ردود الفعل، وعايز الشعوب العظيمة هي اللي بتقدر تدي تضحيات عظيمة. مشكلة هيكلية عانى منها الاقتصاد في السنوات الماضية، والإصلاحات الحالية تهدف إلى وصول معدلات التنمية إلى النسب المرجوة. الاستثمار ده هو الحصاد بتاع الإصلاح الاقتصادي، على أساس أن احنا كلنا نبقى عارفين أن احنا الثقافة الاستثمارية دي هي الحصاد اللي احنا هنجنيه من كل التمن اللي احنا عمالين بنعمله، وعمالين بن 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 بنقول ان احنا الفترة اللي فاتت كان فيها ليها تمن الاصلاح الاقتصادي، هو ده اللي احنا شغالين عليه. المؤتمر بجلساته يساهم في تصحيح ما يتم تداوله من معلومات خاطئة باعتباره منصة للحوار والتواصل مع الشباب. إصلاحات اقتصادية طموحة يصاحبها صعوبات يراها الخبراء أنها تأخرت كثيرا لعدة سنوات، لكنها ضرورية مهما كانت التكلفة لزيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. رمضان المطعني، النيل. وزير الاتصالات المهندس وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي أكد أن الدولة أطلقت مشروع قومي لتوفير قواعد بيانات قوية. هذه القواعد يمكن الاعتماد عليها والربط بينها وتنقية القواعد القائمة للإسهام في التخطيط المستقبلي للدولة المصرية. كمان وزير الاتصالات أكد على أنه سيتم ربط قواعد البيانات مع الرقم القومي لكل مواطن ليشمل كل المزايا المقدمة له، وبما يساعد المسؤولين على اتخاذ القرار الصحيح في كافة المجالات. أشار أيضا إلى أنه سيتم العمل على تجميع كل قواعد البيانات في قاعدة بيانات قومية واحدة شاملة من خلال بناء مركزين لقواعد البيانات سيكون الأحدث على مستوى العالم. أضاف أن هناك 22 قاعدة بيانات أقيمت بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى، وخلال الربع الأول من عام 2017 سيكون لدينا 70% من قواعد البيانات الكاملة لتنتهي بالكامل خلال ربع ثاني من العام المقبل. وتابع أيضا أنه سيتم عمل كارت لكل مواطن يتضمن الكثير من الخدمات المقدمة له، مثل التأمين الصحي والتموين والحيازة الزراعية وغيرها من الخدمات، وصولا إلى تحقيق الهوية الرقمية للمواطن المصري زي ما بنشوف في كل بلاد العالم المتقدم. سكرتير عام الغرف الإيطالية في مصر سليمان الوزان كشف عن التخطيط لتنظيم 3 مؤتمرات بإيطاليا للترويج للمنتجات المصرية، وأيضا لجذب الاستثمارات الإيطالية والأوروبية إلى مصر، وذلك عن طريق توضيح الصورة الحقيقية لمناخ الاستثمار في مصر. وده كان خلال العام القادم إن شاء الله، على أن يبدأ أولها في النصف الثاني من شهر فبراير من العام القادم، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإيطالية وأيضا جهاز التمثيل المصري. وقال الوزان في تصريحات له إن أجندة المؤتمر بيجرى إعدادها بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في ميلانو،
حيث يتم حاليا دراسة اختيار قطاع محدد من المنتجات المصرية للترويج لها. وأضاف أن الغرفة الإيطالية بتلمس حجم الاهتمام الإيطالي بالاستثمار في مصر، خاصة بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مثل تحرير أسعار الصرف وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث يرى مجتمع الأعمال الإيطالي أنها فرصة مواتية الآن للاستثمار بالسوق المصرية في جميع القطاعات. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية تشهد زخما كبيرا في الفترة الحالية، حيث تشارك وفود مصرية في معارض عديدة حاليا بإيطاليا، منها معرض بميلانو متخصص في الحرف اليدوية والمفروشات المنزلية. محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله استقبل بالأمس وفد إعلامي من دولة جورجيا، بيضم هذا الوفد 23 صحفي وإعلامي بيمثلوا الصحف والقنوات التلفزيونية الجورجية. هذا الوفد سيقوم بزيارة المعالم السياحية والترفيهية في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في إطار الجهود المبذولة من أجل استعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مرة أخرى، من خلال تحسين الصورة الذهنية والترويج للمقاصد السياحية المصرية. محافظ البحر الأحمر أكد خلال اللقاء على تدشين خط طيران بين جورجيا من مدينة تبليسي إلى مدينة الغردقة بهدف دعم وتنشيط السياحة بين البلدين، وأعرب عن سعادته بوجود الوفد الإعلامي في الغردقة. وقال المحافظ إن الوفد الإعلامي أعرب عن سعادتي بهذه الزيارة والاستمتاع بالمناظر الخلابة والرائعة والمزارات السياحية الجميلة في الغردقة، وحسن المعاملة من جانب المواطنين والعاملين في المناطق والجهات السياحية. وأضاف أنه تم الرد على جميع أسئلة واستفسارات الإعلاميين في هذا الوفد عقب لقائه مع القنوات التلفزيونية الجورجية لنقل الحدث عن السياحة إلى الشعب الجورجي. مدير معبد دندرة السياحي بمدينة قنا السيد عبد الحكيم الصغير صرح بأن المعبد استقبل خلال الأسبوع الماضي 500 سائح من مختلف الجنسيات، ووصلوا على متن عدد من الحافلات السياحية. كمان في خبر آخر بيتعلق بمدينة سانت كاترين، استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 260 سائح من مختلف الجنسيات، على الرغم طبعا من انخفاض درجة الحرارة اللي وصلت إلى صفر، مما أدى إلى تكون طبقة جليد في بعض الأماكن بالمدينة وفوق جبل سانت كاترين. المهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية للمدينة قال أن السائحين قاموا بزيارة دير سانت كاترين وجبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين والمخيمات البدوية. مغامرة شيقة وغريبة وفريدة من نوعها، يمكن عملها كتير من المغامرين، لكن السائح البريطاني المغامر آدم تشورت بدأ مغامرته ووصل للعاصمة السودانية الخرطوم قادم من مصر سيرا على قدميه، وهيتوجه إلى رواندا سيرا على قدميه أيضا، وهيبدأ رحلته من منبع النيل إلى مصبه. هيستخدم في هذه الرحلة مراكب شراعية، وقال إن الرحلة من المتوقع إن هي تستمر عام كامل. ورحلة المغامر آدم شورت اللي بتهدف لتتبع مجرى نهر النيل من منبعه في رواندا ودول البحيرات إلى مصبه في مصر، واللي هيرجع لها مرة أخرى في نهاية رحلته مرورا بدول المعبر. طبعا الحقيقة طبعا هي بتسير في اتجاهين، وشورت قال في تصريحات صحفية إن رحلته من مصر للسودان استغرقت 3 أشهر سيرا على الأقدام، وسيتجه جنوبا إلى رواندا ماشيا كذلك. وأضاف أنه بيهدف من هذه الرحلة للتعرف على الثقافات المختلفة والعادات الاجتماعية لشعوب وادي النيل، وطبعا هيقوم بتوثيق الرحلة وبثها عبر وسائل إعلام دولية. استقبل وزير السياحة والأثار والحياة البرية السوداني دكتور محمد أبو زيد السائح البريطاني والمغامر آدم شورت، وأعرب عن ترحيبه ترحيب أهل السودان بقدومه لبلادهم. هنرجع تاني نتكلم عن حلوى المولد النبوي الشريف اللي اقترنت بالاحتفال بهذه الذكرى العطرة، وهي مولد الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحلوى مرتبطة
يعني مفضلة لدى الكثيرين، ويمكن بدأ صناعة حلوى المولد منذ العصر الفاطمي، لكن هي من الأطعمة اللي بتحتوي على نسبة كبيرة جدا من الدهون والمكسرات والسكريات، يعني زي أطعمة كتير ممكن تضر صحة الإنسان، خاصة إذا كان هناك حالة من الإفراط في تناولها. خبراء التغذية بيقدموا عدة نصايح لتجنب الأضرار اللي ممكن تنشأ نتيجة تناول حلوى المولد. إيه بقى يا أحمد؟ من هذه النصايح أنه المفروض أن احنا نشرب مشروب دافئ بعد تناول حلوى المولد، زي الشاي الأخضر، زي الزنجبيل بالقرفة، علشان يساعد على تخفيض نسبة السكر في الدم. والشمر كمان من والشمر بالزبط، وكمان المشي لمدة نص ساعة يوميا لحرق السعرات الحرارية اللي الجسم اكتسبها من تناول حلوى المولد. كمان ممكن نشرب كمية كافية من المياه طول اليوم لحرق الدهون في الجسم. وبالنسبة للأطفال بيراعى ان هم يعني ما يتناولوش حلوى المولد بكثرة، لأنها بتؤدي إلى فقدانهم للشهية، كما تساهم في زيادة معدل نشاط الأطفال بشكل غير مرغوب فيه. كمان الحرص على تناول الخضروات الطازجة اللي بتساهم في تحسين عملية الهضم، زي الخيار والجزر والخس. تعالوا معنا نعرف من دكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية والسمنة، ايه هي الأضرار او ايه هي الحاجات اللي ممكن ناخدها عشان تقلل من الأضرار بتاعة حلاوة المولد. دكتور هاني صباح الخير. صباح النور يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين، واهلا بحضرتك، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. احنا بنتكلم عن حلاوه المولد، يعني طبعا هي فيها نسبه دهون وسكريات ومكسرات عاليه جدا. ممكن هي مش فيها نسبه، ده فيها كتير. هي كلها بصراحه. حضرتك كلنا ازاي نقدر يعني ناكلها بس في نفس الوقت ما نتضرش بيها يعني؟ طب هقول لحضرتك حاجه عشان بقى انا سمعنا الكلام ده كتير، وحد هيقول لك ناكل مش عارف ايه. يعني بقى نتكلم بصراحه، احنا هيحصل احنا هناكلها يبقى ناكلها وخلاص، بس هناكل بقى كميه قد ايه، ودي المهمه. لكن هنفضل نقول بقى ناكلها وناخد بعديها قرفه ولا نشرب مشروبات شاي اخضر، كل الكلام دوت بصراحه مش هو ده الواقعي. الواقعي ان احنا هناكلها ماشي عشان ده موسم، لكن ناخد في بالنا ان الموضوع بقت غاليه جدا، فما ينفعش ان احنا نشتريها بكميات كبيره زي ما كنا بنشتري زمان. ما نشتريش بقى الحاجات اللي هي علب ممكن تبقى ب 1000 جنيه والكلام الجميل ده. يبقى ناخد قطعه نشوف احنا محتاجين ايه لاولادنا، نقوله بقى علشان هو موسم خلاص يبقى ماشي. يبقى ناخد ايه، انت محتاج ايه، كل واحد ياخد حاجه واحده يستمتع بيها وياكلها، سواء وحشه حلوه ملبن مش ملبن، كل الكلام ده مش هينفع ابدا. هفضل اجيب العلبه كامله واحطها قصادي وافضل حاططها قصاد الاولاد وقصادنا واقول لهم كل واحد ما ياخدش منها، وهناخد منها وهنشرب بعديها شاي اخضر. لا احنا نجيب قطعه. ايوه يا دكتور، بس احنا يعني احنا عايزين ناكل منها، بس في نفس الوقت اكيد في حاجه ممكن تحرق السكريات دي بشكل سريع. لا يا فندم، حكايه السكريات مش هتتحرق الا لما نلعب رياضه، لكن احنا هناخدها ونلعب رياضه، طب انا عندي اساسا عندي وزن زياده، يبقى باكلهاش خالص والعب رياضه لو انا عايز اقل، لكن عشان استمتع واحس بقى ان خلاص وهو موسم يبقى ناخدها ونستمتع ونبقى انجوي الموضوع وخلصت على كده مره واحده بساعتها، ويبقى عملنا الموسم واستمتعنا بوقتها وخلص الموضوع، وناخد بالنا ان الموضوع عاده. تمام. لا هي فرض ولا هي سنه ولا هي حاجه خالص، ده هي عاده اتعودنا عليها من زمان ناخدها، خلاص نبقى ناخدها وندوقها، بس ناخد في دماغنا ونعلم اولادنا من دلوقتي ان الموضوع اساسا عاده، مش لازم نجيبها، مش لازم مع كل واحد وخطيبته لازم يجيب لها الموسم يوم يجيب لها علبه كبيره ويتخرب بيته ولا يجيب لاهله، حرام. طيب دكتور هاني، لو كلمنا عن يعني الاوقات المفضل تناول فيها هذه الحلوى بحيث ما تزودش يعني الدهون في اجسامنا او وزننا بشكل كبير، الكميات والاوقات. كويس. ايه الكميات؟ هي كميه وقت واحده بس وتدوقها ونعتبرها مره في الاسبوع كانه زي اليوم الفري ولا كانه وجبه فري، ويبقى يستمتع بيها وخلصت، لكن هتبقى جزء من حياتنا غلط. نبتدي نحط في حياتنا عشان لو عايزين نعيش صح زي ما قلنا قبل كده ان احنا ناخد المشروبات الصحيه فعلا، ما ناخدش السكر نهائي
في المشروبات، او نحط سكر الخالي من ماده الاسبرتام، محليات السكر خاليه من ماده الاسبرتام. والكلام ده مهم جدا، دي نمره واحد واثنين وثلاثه، ما نقولش هاخد كميه اسبرتام قليله. طب وايه يعني؟ احنا نتمنى الناس عشاق حلاوه المولد يكونوا بيسمعوا حضرتك دلوقتي علشان فعلا يستفيدوا من كلام حضرتك. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور هاني جبران، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه، وكل سنه واحنا كلنا طيبين. في هذا الاطار ايضا بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف، دار الاوبرا المصريه بتنظم احتفاليه فنيه لفرقه الانشاد الديني يا احمد، هتكون بقياده المايسترو عمر فرحات، وايضا مشاركه الفنان محمد ثروت اللي هيمتعنا النهارده في تمام الثامنة من مساء اليوم على المسرح الكبير. الحقيقة الفنان محمد ثروت من الفنانين اللي ليهم طبعا يعني أغاني جميلة جدا في مدح النبي، ونحب نستمتع بصوته طبعا في هذه الذكرى العطرة. سجدت لله، سجدت لله، وجبت لنا الشفاعة، ويا ربي توبة، يا ربي توبة، يا ربي توبة، توبة توبة، يا ربي توبة على كل عاصي، يا ربي توبة يا أغنية مؤثرة فعلا وأداء متميز من الفنان محمد ثروت. كل سنة والأمة العربية والإسلامية وكل الشعب المصري بخير في هذه الذكرى العطرة، مولد الرسول الأكرم وسيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. إحنا لسه معاكم في فقرات هذا الصباح بعد الفاصل، موجز لأهم وآخر الأنباء، وبعد الموجز هتبقى أولى فقراتنا الحوارية، خليكم معانا.